اليوم بألايف بأب تو ديت، شو كشفت جينيفر لوبيز بكتابها وهل قررت نانسي عجرم انه تهاجر؟ بليجندز اهم المحطات بحياة الفنان اللبناني الكبير الراحل وديع الصافي. بتوب 10 اجمل 10 نساء بالعالم. بواتس كوكينج رح نتعلم كيف بنعمل دبس بالطحينة مع الكوكيز. بماجازينز نوال الزغبي تتبرع بشعرها وشيرين عبد الوهاب خلف الاضبان. بوول اوف فيم رح نستقبل المخرج كميل تونيوس بجوله على البرامج اللي قدمها ومنضوي على جديده. بلبنان من مختلف أنحاء العالم وأحد مبارك على الجميع، وعيد جميع القديسين مبارك كمان على الجميع. كيف ما قضيتوه؟ إن كنتوا احتفلتوا بهالوين، واليوم هالأيام الاحتفالات بلبنان بهالوين عم تكتر سنة بعد سنة، المهم نكون مبسوطين وعم نتسلى. أو إن كنتوا كمان احتفلتوا بعيد جميع القديسين على طريقتكم، أكيد قديس عمت كل المناطق اللبنانية بهالمناسبة المباركة. نحن برنامجنا مواضيعه عديدة اليوم، ومثل كل أحد رح نكون مع جولة ومع الزملاء اللي صاروا موجودين بستوديو على كثير من المواضيع. طبعا بالهيدلاينز شفتوا جولة صغيرة على مواضيعنا. بدنا كمان نحيي الشتاء يلي زارنا اليوم وبكثافة، وبدنا نقول انه ببشري بلشت الثلج يبين، فعلى الأعالي اللبنانية بلش الثلج يبين، وان شاء الله تكون السنة سنة غنية ان كان بالمياه وان كان بكل الأخبار الحلوة يلي بنتأمل انه تكون حلوة، مع الأخبار يلي عم تتقدم بالمفاوضات لاسترجاع المخطوفين اللبنانيين من العسكريين. نتأمل أنه هالمفاوضات تؤدي لنتيجة إيجابية. رح رحب بي أكيد زملائي اللي صاروا موجودين اليوم بالستوديو، ومنعرف أن نهار الأحد موعدنا مع الموسيقى بميوزيكال كمان. بوجور بوجور كاتيا، كيفك غسان؟ تمام. بوجور تيريز. بوجور كاتيا. أكيد أخبار المجازينز نهار الأحد، نكون جمعة أخبار كل الأسبوع ومنصير عنا أخبار كثيرة. بداية شهر جديد كمان. كمان مع بداية شهر جديد، ففي كمان يمكن بعض المجلات يلي هي شهرية. شهرية. شو عنا اليوم بميوزيكال؟ عنا آلة العود، بلشنا الأحد الماضي وبدنا نقسم. إيه مزبوط. عنا تقسيم وارتجال امبروفايزيشن مع باسم رزق، يعني رح تكون أكيد عنا موسيقى فظيعة اليوم. حلقة ممتعة. أكيد. بماجازينز. بماجازينز عنا عناوين كثيرة، وعناوين كثير مثل ما قلت ذكرت نوال الزغبي عم تتبرع بشعرها، وشيرين خلف القضبان، ومواضيع كمان كثيرة عن جد رح يحط صورها، بعتقد بتطلع شوية مصاري بيمشي الحال. أما زميلي بالتقديم لليوم إلي أحوش، بونجور إلي. صباح النور. كيفك اليوم؟ كاتيا تمام تمام. كنت عم تحكي عن عيد جميع القديسين اللي كان امبارح، طبعا وراه في تذكار الموتى، الناس تتذكر كل اللي راحوا واللي بنقول رقد على رجاء القيامة، مش هيك؟ طبعا. فبنتذكر كل اللي راحوا وبنصلي لهم، وبنصلي مثل ما قلت كثير لكل هالجنود يعني المخطوفين تنتهي هالازمه وهالمحنه اللي عم يقطعوا فيها هن واهلهم. يعني بين شوي اللي تحلحلي على اساس هلا، يعني موعودين بشويه تحلحلي على القليله، انه يعني توضحت المطالب لنشوف اذا رح نقدر انه نحققها، ولكن اهالي المخطوفين يعني اليوم مرتاحين اكثر شوي. ان شاء الله بلكي في بوادر حل لهالموضوع. بدي اقول انه اليوم رح نحكي عن اجمل نساء بالعالم، ورح نحكي كمان انا شو برايي مين اجمل نساء بالعالم؟ براي مجله بيبل. راينا رح يكون غير يمكن يعني، بس اكيد في ثوابت مثل ما بيقولوا. رح نحكي كمان مع مسيو غورمي، رح نحكي عن الفطر او الشامبينيون، وضيفنا لليوم هو المخرج كاميل تانيوس. بيقولوا فيم اكيد بانتظاره. نحن جوله كبيره على وسريعه كمان على برامجه.
لكن لحظات بنكون انا وياك باب تو ديت. اما هلا بناخذ وقفه. يصير في مصيبة لحتى نجتمع، مفروض نضل مجتمعين لحتى ما يصير في مصايب أصلاً. يعني زياد خلقان بالـ 78، 14 كانون تاني. خلق سنة الـ 85. خلق بجو الحرب وبالتعتير وبكل هيدا. بيقولوا انه ها اولاد الدوله، بس ما في دوله تحميهم. ولا يوم قال يا ريت، لا ما فاتت، بالعكس كان كثير مبسوط وكثير مندفع وما عنده اي مشكله. كان نحن ولينا لهالوطن هذا ودميتنا من الوطن، ونحن اخر شيء مرجوعنا للوطن، ما عندنا شيء غير الوطن. أنا فعلاً بعتبر هؤلاء 28 عسكري بيمثلوا هذا البلد، وأنا من ابن هالبلد، من واجبي إني دافع عن هالبلد ودافع عن أولاده. بتمنى لكل الموجود، لكل الشباب المخطوفين يطلعوا هلأ قبل بكرة، لأنه عيالهم أمهات، بالأخص الأمهات. يمكن أنا خيو عندي وضع شوي طراوي يمكن، بس خالتي اللي ربته لعباس ما عندها صبر لليل ونهار. بتجوها لله يفرج على هالشباب، لأنه هالشباب ما ذنبوا شيء، ما ذنبوا شيء يا بنتي. يشوفوا الطريقة الصحيحة ويخلصونا من هالطرقان ومن هالعذاب. أكيد يبطل بيهم، لأنه ساعة العركة قلنا له هروب، قال أني ما بهرب، ليه بدي أهرب؟ تحية كمان منا للمخطوفين الأبطال، بس كمان لأهالي العسكريين يلي بكل فخر بيحكوا عن أولادهم، ولو كانوا بصعوبة ولو كانوا يمكن بوضع وانهيار عصبي أوقات. وأكيد نحن معهم ونحن حاسين معهم، خاصة مع هالطقس كمان البارد ومع الشتاء يلي عم ينزل. إن شاء الله مثل ما قلنا يكون خير، خاصة أنه اليوم في بوادر حلول، إن شاء الله أنه تكون النتيجة إيجابية. هلأ واقفة منكم مع أبتو ديتس.